شكرا كاميرا عسيف على هذا التقرير البسيط الجميل اللي قدمتوه لنا اليوم. يمكن وزارة الصحة يوميا نشكرهم من خلال شاشاتنا وأيضا وإحنا قاعدين في بيوتنا يشكرون على وقفتهم في هذا الفيروس. فعلا شبابنا وشاباتنا وأيضا كل من هم على هذه الأرض الطيبة أثبتوا جدارتهم وأثبتوا أنهم قدها وقدود في حول هذا الفيروس وفي هذه الأزمة. كل الشكر لكم. يمكن اليوم أيضا راح يكون معنا اتصال مع الدكتور محمد سعيدان اختصاصي صحة عامة في إدارة الصحة العامة. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور. مشكورين على الاستضافة. يا هلا ومرحبا فيك دكتور. حياك الله دكتور ونمسيك بالخير ويعطيكم العافية بصراحة على الجهود الخاصة في وزارة الصحة. يمكن الناس قاعدة تشوف الأعداد المصابين بدأوا يقلون، أعداد المتشافين قاعدة تزيد وقاعدة تضاعف يوم عن يوم، وهذه بصراحة مؤشر إيجابي صحيح؟ أول شيء الله يعافيك. طبعا إحنا يعني في كل الأحوال لله الحمد أي حالات شفاء نشوفها هذه شغلة تعتبر شغلة إيجابية. نعم. احنا من المتوقع ان اكثر من 98 من الحالات 98% من الحالات انها تتشافى. نعم. طبعا بما ان هذا فيروس جديد فاحنا بشكل يومي والعالم كله طبعا بشكل يومي قاعد يتعلم ويكتشف اشياء جديده عن طريقه علاج والتعامل مع المرض هذا. فيعني المتوقع ان احنا مع الوقت نشوف تشافي اكثر. وطبعا الشغله اهم شغله تكون ايجابيه هو انه يقل مع الوقت الفرق بين الحالات نسبه حالات التشافي مع الحالات الايجابيه. نعم. طيب دكتور كصفوف اولى ايش كثر ممكن انكم تراهنون على زياده الوعي المجتمعي خصوصا من الجانب الصحي خلال هذه الفتره؟ طبعا انا اول شيء ابي اشيد بجهود كل زملائي الاطباء والممرضين والفنيين والاداريين وكل من يعمل في الصفوف الأمامية على جهودهم وتفانيهم. طبعاً هذين زملائنا كل يوم يطلعون من بيتهم ويروحون في الميدان يشتغلون يعرضون حياتهم وحياة أسرهم للخطر في سبيل مساعدة الآخرين. كل شخص عنده وعي وكل شخص يتبع الإرشادات هو شخص يكسر حلقة انتشار المرض. نعم. ويمنع انتقال المرض مو بس لنفسه للآخرين. فكل ما قل عدد الحالات الإيجابية في المجتمع كل ما قلت الخطورة على زملائنا الموجودين في الخطوط الأمامية. نعم. لذلك احنا عندنا مهم جدا الوعي. وطبعا من السهل ان الواحد بسيكولوجية الجماعة لما يروح مكان ويلقى انه فيه ازدحام وكذي انه ينخرط أو يصير مع المجموعة ويلقى مثلا شخص متزاحم وما في تباعد وما في شيء. ولكن هذه الشغلة لازم نكون احنا حاطينها ببالنا ولازم نرفع الوعي عندنا من هالناحية. طبعا اكيد دكتور بصراحة يعني انا ودي اتكلم عن جزئية جدا مهمة. يمكن شفنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اختصار وزارة الصحة على اخذ المسحات لمن يتبين عنده اعراض هذا الفيروس. اذا كانت الاعراض موجوده ليش محتاجين احنا نسوي لها مسحات؟ يعني في ناس تقول ان هي كانت شاكه ان هي مخالطه اشخاص قد يكون فيهم هذا الفيروس او اثبت ان فيهم هذا الفيروس لكن تم رفض ان هم يعني يسووا لهم هذه المسحه. طبعا المسحات اهميتها في تاكيد المرض. طبعا في فترات طول السنه يكون في عدة أمراض موجودة بالمجتمع لها أعراض مشابهة سواء الحرارة أو السعال أو غيره. نعم. وعلى حسب الفترة اللي احنا موجودين فيها ممكن يصير في أمراض ثانية. فالمسحة هذه تؤكد وجود العالم كله في الفترة الماضية كان مركز على أنه يسوي المسحات للحالات الإيجابية. نعم. علما بأن المخالطين ملوتهم يقولوا لهم تقعدون بالبيت وتلتزمون بالحجر فظهرت عليهم أعراض. احنا بالكويت نسوي شغلتين، احنا نفحص الحالات المشتبهة وإذا طلعت إيجابية كذلك نفحص المخالطين اللاصقين تأكيدا على وضعهم الصحي. نعم. لأن ظهر بعض الأشخاص اللي ذكروا أنهم راحوا للطوارئ وغيره وتم رفض أنهم. نعم. يأخذوا لهم لهذه المسحات، فمعناته أن أي شخص موجود في البيت أنتم تأخذون لي عائلته بشكل عام والأشخاص اللي هو قاعد معهم، مو أي شخص يجي للطوارئ ويبي يأخذ مسحة وبس.
هل هذا كلامك دكتور؟ هو طبعا الأولوية للي عندهم أعراض، بس طبعا حتى الناس اللي عندهم أعراض لهم مكان خاص فيهم أنهم يأخذون المسحات فيها. نعم. طيب دكتور، في حال أن البعض يعاني من الأعراض وما أخذت له مسحة وتم يعاني من هذه الأمراض وعنده ناس مخالطين معاه في البيت، شلون ممكن يحمي نفسه ويحمي من حوله ويتأكد أنه هو هل فعلا يحتاج لحجر ولا أنها أعراض لأي مرض ثاني ممكن يكون إنفلونزا عادية؟ هو في كل الحالات يعني الفترة هذه أي أحد يشوف أنه عنده أي أعراض مثل الحرارة أو السعال أو غيره من الأعراض اللي شابها أعراض كورونا ويدري أن شخص يطلع ويخالط آخرين خارج بيته، نعم، في هالحالة لازم أنه يتباعد عن الآخرين، صحيح، ويعزل نفسه لحد ما يتم تأكيد حالته أو أنه يتشافى من المرض عشان ما يبدي ينقله للآخرين اللي ما وصل لهم المرض أصلاً، سواء كان في بيته أو في العمل أو في أي مكان ثاني. طيب في حال مثلاً أنه أخذت المسحة وطلعت إيجابية، إيش كثر ممكن إحنا نعرف أنه يقولون تقريباً 28 يوم عشان يحجر نفسه وعشان ما يخالط اللي حوله سواء في البيت أو برا البيت، لكن من بعد هذه الفترة والحين قالوا بعد تقريباً 10 أيام، فمن بعد هذه الفترة هل لازم أنه يأخذ مسحة ثانية ولا يمارس حياته طبيعية ويختلط بأهله داخل البيت وبرا؟ مثل ما قلت أنا قبل، المرض هذا جديد على العالم كله، وطبعا الإجراءات هذه وطريقة العلاج تحدث بشكل تقريبا يومي يعني. فهذه أحدث الإجراءات اللي وصل لها العالم، نعم، إن تبين في الحالات الإيجابية إن خلال 10 أيام إذا راحت الأعراض وبدأ يتشافى وكذي فهو يصبح غير معدي، نعم، عشان كذي احنا حطينا الإجراءات الجديدة اللي هي 10 أيام، يعني من بعدها خلاص ما يحتاج انه ياخذ مسحة ثانية ويمارس حياته العادة الطبيعية، بعدها يرجع البيت. نعم. حلو، يمكن هذه المعلومات جدا مهمة بصراحة، لأن في أشخاص حاليا قد يكون أحد من أفراد عائلتهم في هذا الفيروس فيحتاجون لهذه المعلومات عشان يعرفون شلون يتعاملون مع هذا المرض. دكتور، إذا بنتكلم أكثر يعني عن هذا الفيروس، يمكن نشوف إحنا البعض تكلم إنه والله هو حاليا في مراحل ضعف، في مراحل إن الناس اللي قد يصابون فيه في الوقت الحالي ما قاعد تبين عندهم الأعراض لأنه قاعد يخف بشكل كبير، هذه المعلومة صحيحة؟ هذه المعلومة لم تثبت. طبعا في نظريات مختلفة موجودة في يعني تدور في وسائل التواصل، نعم، بس يعني اللي معروف ان الغالبية من الحالات اللي تصيبها الفيروس، نعم، يكون عندهم اعراض خفيفة او ما يكون عندهم اعراض، نعم، ولكن يعني احنا المفروض ما نخلي الشغلة هذه تأثر علينا بان احنا نتهاون او ان نبدي نختلط مع الاخرين، خاصة كبار السن واللي عندهم امراض مزمنه او عندهم امراض القلب او غيرهم من الفئات الحساسه اللي عندهم مشاكل في المناعه. فطبعا احنا المفروض ما نخلي هذا الشغله تاثر علينا ونقلل من اهتمامنا والوعي اللي عندنا. نعم. طيب يعني هناك معلومات كثيره مغلوطه وقاعد تنتشر ايضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او عن طريق الواتساب، شنو ممكن تفيدنا الدكتور في الدقائق الاخيره اللي انت فيها معنا؟ طبعا اول شيء لازم اي معلومه توصل لك سواء عن طريق التواصل الاجتماعي او غيرها تتاكد منها عن طريق صفحه وزاره الصحه او الطرق الرسميه للوزاره. نعم. طبعا في حال حدوث يعني المرض او اشتباه بالمرض او مخالطه اخرين في ممكن يكونوا مصابين، مهم جدا ان احنا ناخذ الحيطه ان نكون احنا الناس اللي عندنا الوعي ان ما ننقل هالمرض للاخرين حتى لو ما ظهرت علينا اي اعراض. طبعا. ومثل ما احنا تكلمنا قبل كم يوم في الوزاره وقلنا ان اغلب حالات انتشار المرض تحدث قبل ظهور الاعراض. نعم. الشغله الثانيه ان نلقى الكثير من الاشخاص عندنا وايد يركزون على اخذ المسحه والفحوصات، ولكن لازم يكون ببالنا ان هذه المسحه اثارها لحظيه فقط، يعني انا ممكن اخذ المسحه الان وتكون سلبيه ما فيها شيء، بعد 5 دقائق اروح التقي باحد يستنثر لي العدوى. لذلك انا الوعي عندي اهم شيء، واخذ الحيطه ولبس الكمام، لازم انا البس كمام، واذا لقيت شخص مو لابس كمام اوخر عنه عشان اخفف انتقال المرض في المجتمع.
بالضبط. كل الشكر لك دكتور محمد السعيدان، اختصاصي الصحة عامة في إدارة الصحة العامة، على هذه المداخلة وهذه المعلومات اللي فعلا قد يكون البعض منها شيء مغلوط ونحتاج نحن نصححها للناس. نعم أكيد أكيد استفدنا من اتصاله معنا اليوم، وأكيد جميع تقاريرنا اليوم كانت حلوة، أسرار بين ذكريات وبين أمور ودنا أن نتعرف عليها من خلال شاشة الاي تي في. شكرا فريق الإعداد على هذه التقارير الجميلة اللي عديتوها اليوم ودائما تعدونها لنا. شكرا لك أسرار، وصلنا لنهاية الحلقة. أكيد الشكر لك، وفعلا وصلنا معكم للختام. نتمنى السلامة والأمن للجميع يا رب، وإن شاء الله يا رب تكون هذه الفترة فترة قصيرة ويكون فيها أمل ويعني تعدية لهذه الأزمة بشكل إيجابي. أكيد نشوفكم على خير باشر بنفس الموعد. تصبحون على خير.